صباح الخير عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو روتين اول يوم العيد، يا رب تكونوا اتبسطتوا كده في العيد. والفيديو ده طبعا نازل متاخر كده، احنا تقريبا تالت يوم النهارده، ولكن ده روتين اول يوم العيد. بما اني ان انا زوجي مش موجود الفتره ديت، فطبعا ما اكيد ما قضيناش العيد لوحدنا في البيت. قضيت العيد التلات ايام مع بابا واخواتي وماما والنهارده هشارك معاكم الروتين بتاع اول يوم. بصوا بقى، انا لما وصلت بقى عندهم تقريبا كان قبل صلاة العيد بشوية صغيرين يعني. المهم نمنا شوية بقى، بعدين صحينا يعني احنا تقريبا كده على الظهر دلوقتي، فانا دخلت على طول على الحمام علشان طبعا انا واخدة حاجتي كلها معايا. فاول حاجة عملتها السكراب لايدي ووشي، والسكراب بتاع دوف ده حلو جدا يعني، كمان بحس ان هو بيرطب، مش بس بيعمل سكراب ويعمل تقشير. عملت بيه ايديا ووشي، وكمان حطيت، عملت طبعا غسلت بالغسول، وبعدين حطيت فيتامين سي، كنت انا جايبه حاجتي دي كلها معايا، ومرطب شفايف. ودي كده كانت اول حاجه انا بدات بيها على طول الصبح اول ما صحيت يعني. دخلت بقى على طول عشان اصلي الظهر، وبعدين ندخل بقى بعد كده نحضر الغدا. الغدا اللي هو الفطار يعني، اللي هو اساسا احنا بنفطر ونتغدى في نفس الوقت، لان الصيام بيخلي الواحد مش قادر اساسا يفطر ويتغدى، لا هو هي طاقه واحده او وجبه واحده. فطبعا طبيعي ان الوجبه اول يوم العيد بتكون ايه بقى، في ناس طبعا خايفه تاكل فسيخ وسردين ورنجه، ولكن دخلنا بقلب جامد، والسفره بتاعتنا اول يوم العيد كانت فسيخ وسردين ورنجه وبصل وبطاطس وكل الجو ده يعني، انتوا عارفين طبعا. ولكن والله الاداء ما كانش هو هو يعني، تحسوا كده ان الواحد ايه كامشان في نفسه كده، مش عارف ياكل كويس او يزود علشان خايف الدنيا تبوظ وبطننا توجعنا. كل الناس تقريبا بطنها وجعتها اول يوم العيد من اللخبطه والكعبله اللي عملوها، كحك وبسكوت وفسيخ وسردين ورنجه، وطبعا من صيام طول اليوم على اكل طبعا فجاه كده. طبيعي طبيعي ان انت اكيد بطنك هتوجعك من ما فيش اكل طول اليوم لمده شهر، لفجاه بتاكلي حاجات كتير وملخبطه وحاجات كتير كلها زيوت وسمنه والدنيا بايظه يعني. انا هنا كنت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا متشكره جدا ليكم ولتعليقاتكم الحلوه، انا نزلت صوره على المنتدى كنت بعيد عليكم فيها، وطبعا شكرا ليكم على ذوقكم وعلى كل كلامكم الجميل، والله انا بحبكم جدا في الليل. يلا بينا بقى على المطبخ. دخلت بقى على المطبخ علشان اجهز الغدا. الغدا كان زي ما اتفقنا فسيخ وسردين ورنجه، طبعا اخواتي كانوا بيحضروا معايا، ولكن انا اخدت النصيب الاكبر في ان انا اجهز، انضف الفسيخ واقطعه والرنجه واظبطها شويها واجهزها، والسردين انضفه برده نفس الكلام، حد بقى قشر البطاطس وقطعها، حد عمل السلطه، حد حضر البيبسي والكوبايات، يعني كل حد كان بيعمل حاجه. خليني اقول لكم ان انا طبعا هنا مش موجوده في مطبخي، فاللي هو ايه يعني مش عارفه قوي اتصرف كويس، فما كانش فيه جوانتيات البسها علشان اعرف اظبط الدنيا، فتصرفت طبعا واشتغلت على طول كده والدنيا بايديا يعني. قطعت كل الفسيخ وقصقصت الاجزاء اللي فيه بالمقص الاطراف دي، وبعدين فتحته بالسكينه بعد ما نضفت القشر اللي موجوده على الوش والظهر، فتحته بالسكينه ونضفته. وبعدين انا بديله شطفه سريعه من جوه. حد هيقولي الفسيخ مش بيتغسل، او انا بغسله بصراحه عشان انضف كل الكلام اللي جوه ده، ومش بيحصل له حاجه ولا بيبقى عادب ولا حاجه يعني، بيفضل ملحه مظبوط. وخصوصا بقى هو لو حادق جدا تقدري تديله شطفه تحت الحنفيه، بتخلي ان هو يبقى حادق، يبقى الموضوع يعني هادي شويه. اي انا حاولت ان انا اقشر كل الفسيخ في نفس الطبق ده علشان ما بهدلش الدنيا، وارمي على طول الكيس دوت في الباسكت من غير، في كيس تاني من غير ما ابهدل الحوض يعني ولا ابهدل الرخام. بعد كده احنا اتفقنا ان احنا نعمل السفره كلها في الاطباق دي، اولا عشان الزفاره، ثانيا عشان ما حدش يقف في المطبخ يغسل مواعين، مش طالبه خالص مواعين اساسا والله، ولا طالبه اساسا ان حد يقف يعمل اكل خالص، الواحد حاسس ان هو واخد اجازه يعني ما ينفعش. فاتفقنا ان احنا نجيب كوبايات بلاستيك واطباق من دي علشان يبقى السفره كلها على طول في كيس كده ويترمي من غير ما حد يعمل اي مجهود بصراحه، فكانت فكره حلوه يعني. انتي برضه لو عندك عزومه وعندك عدد كبير مثلا ممكن تعملي الفكره دي، تقسمي لكل حد في الاطباق دي ويبقى كده تمام. بعد ما خلصت الفسيخ وحطيت عليه ليمون وخل لكل حد في طبقه يعني، جبت بقى طاسه كده او صينيه على النار، وبلاش نشوح الرنجة على البوتاجاز نفسه لانها بتعمل ريحه خطيره رهيبه، بتخلي ريحه الدنيا مقلوبه دايما، وكل ما تشغلي البوتاجاز بعدها حتى لو نضفتيه تلاقي ريحه الرنجة طالعه. فشوحتها كده في صينيه وكانت تمام جدا. بعدين نضفت السردين، حطيت البطاطس في الاير فراير، وبعدين كده خلاص السفره بتاعتنا كانت جاهزه. تعالوا اوريها لكم بقى بعد ما ظبطنا الدنيا بره.
اكتبوا لي في التعليقات اكيد انتوا فطرتوا ايه اول او اتغديتوا ايه اول يوم العيد. طبعا الفطار ده طبيعي، شاي بلبن او شاي شويه كحك ولا حاجه، انما وبتكون بعد صلاه العيد على طول. انما الغدا بقى اول يوم العيد اتغديتوا ايه، اكتبوا لنا في التعليقات انتوا اتغديتوا ايه اول يوم العيد، وانتوا بتحبوا الحاجات الموالح دي ولا لا مش بتحبوها. ودي كده كانت السفره بتاعت اول يوم العيد. قضينا طبعا اول يوم العيد طبيعي كله في البيت، يعني يا اما نوم يا اما اكل يا اما يا اما كحك وبسكوت، بس ما عملناش اي حاجه تانية غير طبعا احنا قاعدين مع بعض، ودي حاجه في حد ذاتها حاجه حلوه، لان ممكن تقعدي فتره طويله مشغوله فما تشوفيش يعني اهلك او تقعدي معاهم، لكن لما بتتجمعوا كده بيبقى خلاص انتي كفايه مش عايزه حاجه تانية ولا عايزه تخرجي علشان الوقت ما يضيعش. كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي بقى انا هشارك معاكم لبس العيد، لبس العيد بتاع الولاد، علشان انا طبعا ما لحقتش اصور لكم الفيديو دوت او انزله لكم قبل العيد، يعني كنت مشغوله بصراحه في فرش البيت وعايزه اخلص الدنيا علشان بقالنا كتير شايلين من شهر شعبان شايلين الدنيا كلها، فكانت البيت لازم يخلص يعني. فانا دلوقتي هشارك معاكم لبس العيد، اقول لكم انا جبت منين وكمان هقول لكم الاسعار. بصوا بقى انا نزلت قبل العيد بحوالي اسبوع، هي نازلة واحدة بس وجبت فيها كل حاجة، وما كانش عندي استعداد خالص ان انا انزل تاني. مجرد ان انتي اساسا بتقفي على الكاشير علشان يبقى ليكي دور، فتلاقي قدامك 15 حد في كل قطعة بتشتريها، فالموضوع كان صعب قوي. يعني كل ما تدخلي محل وتشتري حاجة فتقفي في الدور علشان تحاسبي او تدفعي يعني فلوس الحاجة اللي انتي اشتريتيها، فالموضوع بالنسبة لي كان مرهق جدا بصراحة. فانا قلت هي نازلة واحدة، انا هشتري لهم الحاجات اللي عايزينها كلها في مرة واحدة علشان مش هنزل تاني، واللي محتاج حاجة يبقى نجيبها بعد العيد بصراحة يعني. واحسن حد واحسن ناس اتصرفت في الموضوع ده هي الناس اللي اشترت اصلا قبل العيد، ده يعني خطوة حلوة جدا. فخلينا نخش على طول على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. انا جبت لكل واحد بيجامة للوقفة. البيجامة اللي انا جبتها لابني بالذات اللي هي اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي، انا حاولت انها تكون تنفع للخروج برضو علشان لو ينزل يروح بيها التمرين او ينزل مثلا يروح بيها الدرس تكون تنفع في كل الاحوال يعني. فحاولت ان انا لان الحاجه اساسا كلها غاليه، فما حاولتش ان انا اجيب حاجه تنفع للبيت بس، لان في بيجامات ما ينفعش انها يخرج بيها او ينزل بيها في اي مشوار الا للبيت بس، ما ينفعش تطلع بيها بره. فحاولت ان انا البيجامه بتاعته تكون تنفع ان هو ينزل بيها، حتى التيشيرت بتاعها دوت ينفع ان هو يلبسه على اي بنطلون جينز ولا حاجه ويخرج بيه، فتمام جدا. البيجامه ديت من كاروت وسعرها 340 جنيه. اكيد واخدين بالكم ان انا ما حاولتش ان انا افتح بصراحه، يعني الدنيا حاولت اغمق شويه، مش عايزه اقول لكم الصبيان واللي بيعملوه بجد حاجه صعبه خالص. بالنسبه لبنتي انا جبت لها البيجامه طبعا بيتي، لان البنات كده كده يعني بيلبسوا الهدوم في البيت ما ينفعش ان هم ينزلوا بيها، الهدوم بتبقى ضيقه شويه، بتبقى البيجامات البنطلون بتاعها ضيق شويه، فصعب قوي ان انا البيجامه اللي هي قاعده بيها في البيت انها تنزل بيها تروح تجيب حاجه او تنزل تروح الدرس حتى صعب. فهي بتنزل بالهدوم بتاعه الخروج بتروح بيها الدروس، انما بيجامات البيت لو ماسكه شويه او ضيقه عليها فبتفضل بيها في البيت. فحاولت اجيب لها البيجامه ديت البنطلون بتاعها استريتش وعليها لونه جراي كده فاتح وعليها التيشيرت الاسود ده، وطبعا المقاس ده مقاس محير، يعني مش عايزه اقول لكم انا دخت اصلا علشان اجيب لها مقاسها، هي عندها 12 سنه فالمقاس بتاعها مقاس محير، ولا هو اطفال ولا هو انسات كبار وبنات كبيره. فالبيجامه ديت سعرها 430 جنيه، وده كده شكلها. ممكن بعد كده نبقى نجيب لكل واحد بيجامه كمان، لكن بصراحه في زنقه العيد ديت الهدوم غاليه اسعارها غاليه اوفر، يعني زي ما كل حاجه غلت الاكل غلى وكل حاجه الكام شهر اللي فاتوا دول احنا ما جبناش هدوم من ساعه ما الدنيا غلت، فلما نزلت بصراحه اتفاجئت بالاسعار فعلا. بصوا نيجي بقى للكوتشيات، انا جبت لكل واحد كوتشي ابيض، ده الكوتشي بتاع يارا وده انا جبته، جبت لكل واحد كوتشي ابيض. الابيض من الحاجات اللي بتليق على كل حاجه، الكوتشي ده بتاع يارا من بول اند بير، والمحلات دي كلها اللي انا جبت منها الحاجات دي كلها موجوده جوه كارفور، انا جبت من كارفور الداون والحاجات دي المحلات دي كلها موجوده جوه كارفور نفسه. وده الكوتشي بتاع اياد جبته من شوروم، عايزه اقول لكم ان الكوتشيات مفيش اقل من 800 جنيه، يعني الاسعار اقل من 800 جنيه مش هيكمل معاكي شهرين وهتلاقيه اتقطع وبقى شكله صعب جدا، انما انا بشتري الكوتشيات بتفضل معاهم يعني للموسم اللي بعده زي ما هي، الكوتشيات بتفضل مثلا سنه لحد العيد اللي بعده الكوتشيات تمام. فعلشان كده ما بحبش اجيب كوتشيات سعرها قليل لانها ما بتكملش شهرين ثلاثه وتلاقيه انت عايزه تجيبي لهم تاني،
فانا بدل ما اجيب كوتشيين في 6 شهور، لا انا اجيب واحد بس يقعد وقت طويل. علشان كده المحلات اللي بيكون فيها كوتشيات باسعار عاليه شويه بتقعد مع الولاد، لان الولاد بيهروا الدنيا يعني، صعب مش حاجه بتفضل معاهم فترات طويله. فلازم نجيب كوتشيات يكون الخامه بتاعتها يعني كويسه علشان تفضل معاهم وقت. جبت كمان لإياد ال3 تيشيرتات اللي ورا دول مع بعض التلاتة كانوا في باكت واحد كده، وكان سعرهم 800 جنيه. والبنطلون الجينز دوت، وجبت كمان البنطلون الأسود ده جبردين، والتاني الأزرق جينز، وجبت كمان تيشيرت هوريه لكم دلوقتي. وكده يبقى جبت له 4 تيشيرتات وبنطلونين كده، تمام جدا على الحاجات اللي عنده من قبل كده. بقى خلاص مش هنجيب لبس الصيف ده تاني خروج يعني. ده البنطلون الأسود دوت سعره كان 700 جنيه. كل الحاجات بتاعت إياد كانت من H&M، الحاجات كلها يعني التيشيرتات والبنطلونين كله. انا دخلت دخله واحده كده في المحل، رحت مختاره كده الكام حاجه دول وطلعت على طول من نفس المكان يعني، فما لفتش كتير. ده التيشيرت دوت اللي جبته له عشان يلبسه اللي هو في العيد بقى، اول يوم العيد يعني، على اي بنطلون فيهم بقى، يا اما الجينز يا اما الاسود، ومع التيشيرتات التانية. طيب بالنسبه ليارا بقى، جبت لها بلوستين وبنطلون بس. البنطلون البيج دوت عامل زي البنطلون البيجي اللي كنا بنلبسه زمان واحنا صغيرين، في جيوب كده من الايام الجوانب ولونه بيج، وجبت لها عليه البلوزه ديت. والشرابات جبتها من ديفاكتو، وهدوم يارا كمان من ديفاكتو، واياد كل حاجته من اتش اند ام. الشرابات ديت تشتري باكت فيه 3 بناتي مثلا او اولادي، وتاخدي باكت تاني اللي تختاريه ب50%. الشرابات الباكت ب200 والتاني تاخديه عليه ب50%. الشرابات دي برضو من الانواع اللي بتقعد معاهم فتره طويله جدا، مش بيجرى لها اي حاجه ولا حجمها بيغير ولا بتوسع. ولحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون كمان مفيد واكون خفيف عليكم. اتمنى كمان انكم تدعموا الفيديو ده بلايك، وكمان تعملوا له شير وكومنت حلو منكم هستناه اكيد. اشوفكم على خير، سلام عليكم.